مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل فطائر باستخدام العجينة اليابانية. تعالوا نشوف المقادير. 2.5 كوباية دقيق متعدد الأغراض، وممكن دقيق المخبوزات، دول تقريبا 315 جرام. 4 معالق كبار سكر تقريبا 50 جرام. 3 معالق كبار زبدة 42 جرام. بيضة متوسطة. 1/2 كوباية لبن حليب. 1/2 معلقة صغيرة ملح. 1/2 كبيرة خميرة فورية. والعجينة اليابانية دي تقريبا 1/3 كوباية دقيق، والطريقة في الرابط الموجود على الشاشة. وهحتاج دقيق هفرد بيه العجينة وهحطه في الصاجة. بالنسبة للحشوة هنشوف المقادير بعد ما نخلص العجينة. تعالوا نشوف الطريقة. قبل ما ابتدي اشتغل مهم جدا ان الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وفي نفس الوقت اللبن والبيضة، وانخل الدقيق. ممكن استخدم مضرب البيض اليدوي، دي تعتبر طريقة لنخل الدقيق. الاول هخلط الملح والسكر، هضيفه مع الدقيق وابتدي اقلبهم كويس اكني بنخله عشان الهواء يدخل جوه الدقيق. كده كفاية. هبتدي دلوقتي اخلط بقية المقادير. هجيب بولة اكبر شوية، هحط الزبدة واللبن، واللبن طبعا زي ما اتفقنا بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده باستخدام مضرب البيض الكهرباء هضربهم كويس قوي. بعد كده اضيف البيضة وبعدين اضربها كويس. كده كفاية. الخطوة اللي بعد كده هضيف الخميرة واقلبها كويس، وبعد كده اغطيها واسيبها شوية صغيرين لحد ما تدوب الخميرة، مش لازم تخمر. زي ما احنا شايفين الخميرة دابت، حتى لون اللبن اتغير. هبتدي دلوقتي اضيف الدقيق والعجينة اليابانية. مش هضيف مية الا اذا احتاجت العجينة. اقلبها بس بسيط وبعد كده اضيف العجينة اليابانية واقلب معلقة خشب لحد ما يتكون معايا عجينة متماسكة. لو احتاجت مية اضيف، ممكن طبعا اعجنها بايدي او بالعجان. مهم جدا ان انا اعجنها كويس. لو بايدي على الاقل 10 دقايق، لو بالعجانة ممكن لحد 5 دقايق. لو حسيت انها بتلزق ممكن اضيف دقيق. زي ما احنا شايفين العجينة اتعجنت كويس وبقت طرية جدا وحلوة. في نفس البولة دي هرش فيها زيت واحط العجينة، بس احاول ما رش الزيت من فوق، عشان لو رشيت زيت من فوق بتقعد وقت طويل جدا لحد ما تخمر، لان انا بقفل المسام بتاعتها. كل اللي هعمله هغطيها واحطها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها قبل ما ابتدي اشكلها. ممكن عشان ساعتها تخمر بسرعة ممكن بالمقص كده اعمل فتحات. دي مجرد طريقة لتسريع التخمير. ولازم طبعا اغطيها كويس، يعني لازم تبقى مكتومة، واصلا في هوا جوه ممكن يساعد على التخمير. بالنسبة للحشوات اللي هستخدمها في عمل الفطاير، في اكتر من نوع من الحشوات. ممكن احشي كريم تشيز اللي هي الجبنة الكريمي، هخلطها مع شوية زيتون وفلفل رومي احمر متقطع قطع صغيرة وشوية زعتر صغيرين. بالنسبة للحشو الحلو ممكن استخدم نيوتيلا، ممكن احط عليها مكسرات مثلا، عجوة. بالنسبة للحلو ممكن ارش عليه سكر من اللي هو الخشن البني او الابيض او سمسم. البيتزا هنا هعمل واحدة بس بسيطة جدا. كل اللي هحطه صلصة طماطم، هرش عليه شوية ملح وفلفل، بابيروني او ممكن اي نوع من اللحوم الباردة زي مثلا البسطرمة او اللانشون وغيره.
فلفل رومي ملون، شوية زعتر صغيرين، وجبنة موتزاريلا. تعالوا نشوف الطريقة. هبتدي دلوقتي أجهز حشو الجبنة. هخلط كل مقادير الجبنة. طبعا مش لازم أستخدم كل الزيتون، يعني هستخدم بس الفلفل كله. أرش عليه حاجة بسيطة جدا زعتر عشان ما يتغيرش طعمه، وشوية زيتون، واخلطهم كويس. كده كفاية. في نفس الوقت هجهز الصلصة بتاعت البيتزا. هحط عليها شوية زعتر صغيرين جدا، رشة خفيفة، وشوية فلفل اسود وملح، واقلبها. بكده حاجة البيتزا تكون جاهزة والحشوات كلها جاهزة. العجينة عدى عليها تقريبا ساعة الا ربع، زي ما احنا شايفين خمرت. هبتدي دلوقتي الاول اقسمها. وانا بقسمها احاول اشتغل على دقيق عشان ما تلزقش مني. زي ما اتفقنا حسب اللي هعمله، لو هعمل بيتزا هقطعها قطع كبيرة، لو هعمل فطاير هقسمها لقطع صغيرة. هنا انا هعمل الاتنين. هاخد قطعة الاول كبيرة للبيتزا، وتقريبا 20 من الفطاير المحشية. هقسمهم طبعا وحطهم في نفس البولة دي عشان ما يعملوش وش. قبل ما ابتدي اشتغل هجهز الصاجة اللي هحط فيها القرص او البيتزا، وفي نفس الوقت يكون معايا فرشة عشان هدهن بيها وش القرص بالبيض، وبيضة واحدة مضروبة، دي بيضة كاملة. وممكن قطعها، لو ما عندناش ممكن غطى علبة صغيرة، وطبعا دي اللي هفرد عليه. هرشها الاول بالدقيق، هاخد واحدة واحدة وافردها الاول كويس بحيث تكون اكبر شوية من القطعة نفسها، وبعد كده اقطعها، وكل واحدة تطلع اضيفها على بعديها. وبعد كده احط ما يعادل معلقة كبيرة جبنة، وابتدي اخد جنبين كده واعمل زي مثلث، اقفله كويس قوي بايدي. وبعد كده اخد الجزء التاني اللي مفتوح واخده اوصله لحد الخط اللي انا عاملاه هنا ده. طبعا وانا شغالة احاول اغطي اللي انا عملته عشان ما يعملش وش. بالنسبة للعجوة مثلا، طبعا ده احوشه كله وهعمله تاني، هشكلها زي القطايف كده. اضغط عليها الاول كويس، وبعدين بالشوكة اقفل عليها. اكون عارفة ان الشكل ده بالعجوة. انا خدت ثلاثة مع بعض، هعمل العجينة على شكل مستطيل واقسمها مثلثات. هعمل دلوقتي بالنيوتيلا. وفي الطرف العريض احط ما يعادل معلقة صغيرة نيوتيلا، وابتدي الفها زي الكرواسان كده بالظبط بالشكل ده، واحطها على طول في الصاج. بالنسبة للبيتزا هفردها الاول، وعلى طول احطها في الصاجة قبل ما احط عليها الصلصة وبقية المقادير. بعد كده اضيف الصلصة. اما اجي احط الصلصة ما وصلهاش لاطراف البيتزا، يعني كده كفاية. بعد كده اضيف الفلفل وشوية زيتون وبابيروني، ممكن اعمل نصها بابيروني والنص التاني مثلا باسترما. واخر حاجة ارش عليها الجبن. كده انا مليت تقريبا صاجة، هعمل واحدة تانية، بس دي طالما خلصتها هغطيها واحطها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. القرص زي ما احنا شايفين خمرت، والبيتزا كمان، وتضاعف حجمها. هبتدي دلوقتي ادهنها بالبيض وارش عليها يا اما سكر يا اما سمسم. وانا بدهنها احاول اكون حريص عشان ما تهبطش مني، واستخدم فرشة ناعمة. في الوقت ده هولع الفرن على 400 فهرنهايت، يعني تقريبا 204 درجة مئوية. اول ما يسخن احط الصاجات على طول. ممكن ارش النيوتيلا بالسكر
والجبنة أرشها بالسمسم. السمسم هيلزق على طول لأن فيه بيض، وحطها على طول دلوقتي في الفرن. هتقعد تقريبا من ربع ساعة لعشرين دقيقة. أول ما الاقي الوش احمر أطلعها على طول. زي ما احنا شايفين القرص والبيتزا استوت، هستنى لما يهدى وبعدين انقلهم في طبق التقديم. خدت تقريبا ربع ساعة، ودي شكلها من تحت، وطبعا لازم تكون مستوية من تحت كده زي ما احنا شايفين. الفطاير بردت والبيتزا دي اللي بالنيوتيلا والعجوة والجبنة. ممكن بعد ما تبرد خالص نحطها في اكياس ونفرزها، تقعد لحد اسبوعين. والف هنا، اشكركم جدا والى اللقاء.